إذا للحديث عن سرقة القرن واسترداد السوداني جزءا منها ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاف. أستاذ محمود مرحبا بكم. في مشهد أثار الجدل وقف محمد إشاع السوداني ليعلن عن استرداد جزء من المبلغ المنهوب، كيف تابعتم هذا المشهد أستاذ محمود؟ نعم، بسم الله والسلام على رسول الله. عليك. السلام عليكم. أهلا بك سيدي الكريم، تحياتي لك والكادر والاخوات والاخوه المشاهدين وبعض. اهلا بك سيدي. في الحقيقه اخي العزيز، هذه المسرحيه الساذجه مثل اللي قبلها اللي لم تعد تنطلي على احد. الشعب الان يعرف انهم مجرد دمى تنفذ اوامر اسيادها، والكل يعمل للاسف من اجل النظام المدني وبناء اقتصاد ايران وحزب الله على حساب حياتنا، وهذا كله بحمايه والضوء الاخضر من الصهيونيه العالميه. هذا العدو الازلي اللي هو يعبد الطريق لهم ويساهم في تحقيق احلام اسرائيل، هذا واجبه من عهد كورش وشتير، وهو احد اهم واجباتهم اللي جيء بهم من اجله. ولو تذكر ان الصهاينه لديهم شعار من المحيط الى الخليج، فليسال كل مسلم هذا السؤال او كل عربي. نعم. من الذي ساعدهم في قرب تحقيق هذا الهدف؟ اقترح على قناتكم الموقره ان تعملون، او اي قناه اخرى شريفه تساهم في انقاذ البلد، ان تعملون احصاء، برنامج لإحصاء ممتلكات السراق في تركيا والأردن ولندن واستراليا وأمريكا وحتى ألمانيا. هذه قبل فترة يعني أحد أقاربي حجالي بألمانيا يبحثون عن مدير الأملاك لأحد ظهر لأحد رؤساء الوزارة في العراق. هذه طبعا اشترى عمارة وبنى فيلا كبيرة جدا في برلين، وكذلك في اليونان كان يبحث عن مدير الأملاك. اليوم خامنئي يقول تصريحة بعد زيارة السوداني، يقول العراق افضل بلد عربي في المنطقه من حيث ثرواته، علنا يعني من حيث ثرواته الطبيعيه والبشريه، ونحن مستعدون لحمايته. طبعا هو يقصد سرقته، وهذا الحكي كله امريكا تطبل وتصرخ وتمثل دور الديمقراطيه مو الديمقراطيه اللي كانت تنهي حياه شعب وحضاره عمرها الاف. طيب استاذ محمود، محافظ ديالى على قناه دجله يقول نعم. 174 مدرسه مهدمه تنتظر بنائها ومسروقه علنا منذ مده طويله، ولا يوجد قرار بذلك او مساءله. واعتقد الان الامر واضح، واي جهه واي دين واي من الذي يريد تسوي شيء. استاذ محمود، كيف ترى المبلغ الذي اعلن السوداني استرداده في مقابل هناك تريليونات هربت ونهبت من العراق منذ الاحتلال 2003؟ اخي العزيز، السرقات اللي نهبت لم تكن منذ 2003. نعم. كنا نعرف قبل الاحتلال الشفرات، كان العراق دولة كبيرة لها جيش وأسلحة من المسدس إلى الطائرة. أين هي؟ أين العجلات؟ أين الناقلات؟ أين الأموال؟ أين المصانع العملاقة والمعامل؟ كان أكبر مصنع حديد وصلب في البصرة، أين هو؟ أين العراق بأكمل؟ أين مصافي النفط ومعامل البتروكيماويات؟ العراق الآن تقود المافيا، وكل رئيس مافيا له قوة عسكرية مسلحة كبيرة تحميه. هو يسرق ويوزع لهم على ويوزع على موالين. السرقات طبعا مستويات كبيره ودوليه من الاسياد، ثم سرقات من التوابع وهم السياسيين عملائهم، ثم لذيول هؤلاء جميعا، ثم من الميليشيات اللي تخطف كل من تجد او تعرف لديه اموال حتى تفقره. بل ان هناك عصابات تدخل من خارج البلد تجمع النقود وتسرق وتقتل علنا، ثم تخرج مثل افغان باكستانيين وايرانيين، وعرضت مثل هالجرائم الكثيره منها على التلفاز علني يعني، وشافوها الناس كلهم. بحجه التنميم المغناطيسي، لو سمعت حضرتك اكيد انت تعرف صارت الكربلاء والنجف في المناطق قبل فتره. طيب استاذ محمود، هي عصابات كثيره طبعا. استاذ محمود، يعني السوداني اقر بان المبالغ المنهوبه في سرقه القرن لا يمكن حصرها، على الجانب الاخر تقول الجهات الرسميه ان ما تم استرداده هو جزء كبير من المبالغ المنهوبه. ما الذي تريده حكومه السوداني من هذه التناقضات في التصريحات؟ الحقيقه المطلوب والهدف الحقيقي اللي جيء بهم من اجله لتنفيذه على اثر اجتماع الصليبيين والصهاينه والصفويين، الحقيقه هي لتدمير كل شيء في العراق، ما فوق الارض وتحته، بداوا بالدين، الانسان بشكل عام، وحتى الاحلام، حتى المستقبل. اسال لي اي عراقي الان عنده حلم؟ لا. انه انا على شنو احلم لما كان مستقبلي مظلم وواضح الظلام وما الى اي نهايه؟ الامر هذا اصبح الحقيقه معروفه وواضح للجميع. قتل كل شيء في العراق، بدءا بالانسان ثم الحيوانات، وانت عرفت حضرتك حتى الاسماك ذبوا مواد قتلوها، النباتات، النخيل،
لم يكن اي شيء في البلد للاسف الشديد. اذا ما اخذنا تصريح للجنة النزاهة تقول ان دول عديدة تدخلت وطالبت باطلاق سراح المتهم نور زهير، من له المصلحة في اطلاق سراحه استاذ محمود؟ اخي العزيز واضحة جدا، احنا ترى لبنان حزب الله عايش علينا على املاكنا وثرواتنا، ايران باكملها صدقني لو مو الاقتصاد العراقي، لو مو ثروات العراق ايران كانت سقطت من زمان، والا هاي الافلام اللي يحكون عليها الحصار وغيره وغيره منين بتجي؟ هو اكو شيء بالعراق ما يهرب لايران؟ بدءا من الحبة الكبسولة الباراسيتول إلى الطيارات والدبابات وإلى كل شيء. أخي العزيز الآن أصبح واضح، حتى أنت روح لأي مستشفى أو صيدلية شوف لي اللي تلقيه شنو عندنا، قل روح شوف بإيران إيش أكو من بناء وإمكانات وبنى تحتية وغيرها. الأمر واضح أن كل الحياة نقلت الحياة بأكملها من العراق إلى إيران لإنقاذ النظام الإيراني النظام الصفوي الحالي اللي هو في أبيه من أجل تدمير الأمتين العربية والإسلامية، وهو ترى مو بس العراق هدفهم للعلم، خلي يسمعون كل الملوك والرؤساء للأسف العرب اللي مشاركين باللعبة وساعدوهم مع الأسف. طيب أستاذ محمود، دليل لهذا الحكم. أستاذ محمود، خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الفساد الحكومي ينخر بنية الدولة ويسيطر على ركائزها، ولكن إذا ما تحدثنا عن منفذ آخر للحلول، هل من سبيل للإصلاح في ظل تصريحات محمد الشيع السوداني، هل هناك سبيل للإصلاح أستاذ محمود؟ صدقني ماكو أي سبيل للإصلاح سوى كنس كل شيء. لما تتجمع القاذورات والنفايات والجراثيم لم يعد هناك أمل. صدقني العراق للأسف انتهى من شماله إلى جنوبه. أنا باللقاء السابق قلت لكم باقي عليهم الشمال وتركيا، وبعد أسبوع صار تفجير تركيا، والآن راح يطوقون اقليم كردستان كله بحجه التسلل الى حدودهم، وتطويق كردستان يعني التسلل الخطوه القادمه الى، وايضا سلب كل شيء في الاقليم وتدمير الشعب ايضا. من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجاب، شكرا جزيلا لكم.